قضائيا. سي عبد الرزاق، نتيجة جديدة. أهلا. من رفيقو هربا نتاع أيد حمودة أمام حنجي. الهجوم لصالح الكواكب دريج الآن، وجها لوجه أمام حرب، ما يسجلش. نتيجة مفاجآت هذه في الكرة، ما يمكنش نعطيه صورة نهائية، إنما التكهنات تكون شخصية طبعا. صح، تفضل السؤال. شكرا. هذا قلب الدفاع سريع الكواكب رقم 5 حنشي عائد، وهذا الشايب رقم 4 لكن غير مضبوط، بينما من ناحية النفط كان مرتبط يعني، ولكن غير واسع يعني، الكرة ماهيش موسعة على الميدان كما ينبغي، اللاعبين قراب لبعضهم كثير كثير. هذه الملاحظات اللي يمكن أن تعطى خلال المرحلة الأولى من المقابلة اللي جمعت سريع الكواكب اللي راهي تظهر على الجهة اليمنى والنفطيين على الجهة اليسرى. كيم صفصافي رقم 10، سعد الدين على الجهة اليمنى، عميروش طيبة وتفاطم حنشي، دريج أمام حرب مرة أخرى، عنان ويسجل. فعلا لقطة كبيرة من بعيد في الوقت اللي حرب أبعد الخطر، وأمام مدافعين من النفط ما قدروا يعملوا حتى شيء أمام ضربة قوية من بعيد. عنان كانت الصورة واضحة كما ينبغي، يسجل الهدف بعد 14 دقيقة من الشوط الثاني. إذا النتيجة 1-0 لصالح جمعية سرع الكواكب أمام النفط. بسرعة سعد الدين، ظن الحكم فعلا الكرة تسللت، فاتت خط مرمى، فاتت خط مرمى الطهير واسي بن يلس. يعلن عن مركز الميدان، الميدان يعني هدف التعادل، وخمس دقائق في كرة القدم عندهم اعتبارهم خصوص في مقابلة كاليوم سريعة. فعلا يتسجل هدف، يتسجل الهدف الثاني من دالي، وهكذا تظهر كل لحظة كل دقيقة في كرة القدم عندها أهمية خاصة حتى اللحظات الأخيرة. فرحة من جانب وتأوهات وتأسفات من الجانب الآخر. حرب ما يزال ملقا على الأرض، طبعا لاعبين تاع نفط رياض الجزائر في حديث مع بن يلس، هذا كاوا يحتج. وبهذه الحركة يعلن السيد بن يلس نهاية هذا المقابلة السخنة الحارة اللي جمعت نفط رياض الجزائر وسريع الكواكب بانتصار سريع الكواكب بهدفين لهدف واحد أمام نفط رياض الجزائر. أول مرة تشوف هذا الصوت.